السلام عليكم. اعلان الحلقه حب بلا حدود نزل، وطبعا شفنا ان الخال درويش في خطر كبير جدا وتم طعنه، فهل يا ترى هيموت ولا لا؟ خلونا كده قبل ما نجاوب على السؤال ده نشوف دلوقتي اي عدو بيجي في المسلسلات عموما بيبقى فيه راجل يعني بطل والعدو بتاعه، لازم بنشوف فخامه العدو ده وقوته عشان خاطر يبقى فيه حماس في الاحداث. فاحنا قاعدين بنتفرج متوقعين ان ممكن اي حاجه تحصل في اي وقت، لكن لو شفنا ان في امان وان ما فيش اي حد هيبقى في خطر او عرفنا النقطة دي، فحرفيا وقتها هيبقى فين المتعة؟ لما احنا عارفين ان مثلا اسكندر دخوله مش هيقدر يعمل اي حاجة، فين المتعة بقى بعدها؟ احنا شفنا خطورة كل الاعداء اللي جم في الموسم الاول، وشفنا نتيجة الخطورة دي ايه اللي حصل منها، وقدين ان هم كانوا خاطرين وحطوهم في مواقف خطرة، فهنا بيكمن المتعة. وهنا بيجي بقى حتة المتعة في الاحداث، ما هو امتى هنتمتع ازاي ومفيش اكشن موجود ومفيش قوة للعدو. وطبعا شخصية اسكندر من الواضح انها قوية، وخد ضربة كبيرة جدا جدا من خليل ابراهيم في الحلقة اللي فاتت، ورد فعله ان هو هيقتل حد منهم من الاخر يعني. فمبدئيا كده لازم ولا بد اظهار قوة اسكندر، خلونا متفقين على ده عشان نقدر نكمل في الاحداث اصلا، ونقدر ان احنا نحس بمتعة في الاحداث. لازم نشوف قوة اسكندر على خليل ابراهيم، ويبقى فيه رد قوي جدا منه ورد صدايا يعلم في خليل ابراهيم كده ويعلم معنا احنا كمشاهدين، عشان خاطر ايه؟ يبقى احنا متشوقين يعني عارفين ان ممكن يبقى في اي خطر. عندك الموسم اللي فات تيمبل مات وموتولنا اسيا، وطبعا رضوان مات، فطبيعي بقى ان يحصل في خطر على الجانب من مين؟ من خليل ابراهيم. فهل ده طبعا ده حاجه خلاص احنا ايه متفقين عليها، ان لازم نشوف قوه اسكندر ولازم نشوف تضحيه من ناحيه خليل ابراهيم. دي اول حاجه خلاص اتفقنا عليها. الحاجه الثانيه بقى والمهمه جدا، وهو الاحداث والمسلسل يتحمل خساره شخصيه مين؟ هل اغوز؟ بالنسبه برايي لا، اغوز طرف قوي جدا، ما ينفعش المسلسل يخسره دلوقتي، وخصوصا مش هقول لك بس عشان خاطر ايدا نور وانها خسرت تيميل وان هو خسرت جوزها فهيبقى سيناريو قاسي عليها، لا، بس عشان في الجانب الاستخباراتي دلوقتي اللي متورط في الجانب الاستخباراتي او اللي موجود في الجانب الاستخباراتي معانا مين؟ هو خليل ابراهيم ومجنون، فهيضحوا باغوز، الموضوع هيبقى صعب شويه بالنسبه لنا في الاحداث يعني ان هو يسند الاحداث. فالحلقه الاضعف او الحاجه الاضعف اللي ممكن يتم التضحيه بيها هو الخال درويش. فهل ممكن يكون الخال درويش هيموت؟ ممكن عادي جدا، الاحداث تستحمل هو يموت عادي جدا، زي ما قلنا للاسباب اللي احنا شرحناها دي، ان احنا نشوف قوه خليل ابراهيم، قوه اسكندر على خليل ابراهيم، ويبقى في اكشن في الاحداث كده، يبقى احنا قاعدين متشوقين ومتحمسين. هل ممكن الكاتب بهدير يضحي بدرويش؟ فعلا، وهيخدم الاحداث يعني جدا 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 كمان يعني. ولكن نظرا للاصابه من الاعلان، فالاصابه اظن انها مش مميته، فهو ضربه اقف جنبه بالسكينه، طعنه بالسكينه والتانى السكينه، يعني يحصل اضرار كبيره جدا ليه، ولكن ما ممكن يتلحق، وخصوصا ان هو كان في وسط الناس كلها وهو الخال محبوب، يعني الخال درويش محبوب جدا في المنطقه اللي هم فيها، فطبيعي جدا ان هم هيلحقوه. فانا شايف ان المشهد او الطعنه مش مميته، ولكن لو كان هو حب يضحي بيه كان هيبقى الموضوع موجود. ده احنا بنتكلم بعيدا عن العاطفه، طبعا لو دخلنا العاطفه مش هنعوز حد يموت من ناحيه خليل ابراهيم يعني، ولكن زي ما قلنا من الممكن ان هو يضحي بيه عشان نشوف قوه اسكندر، ولكن يعني الضربه مش مميته قوي، فغالبا هيعيش يعني. بس انا رايي يعني او توقعي بالنسبه لمسار الاحداث دي هتكون حته اللي هو ايه تهديديه كده بس، اللي هو بيهدد بيها خليل ابراهيم ان هو ما ماتش، بس هتكون حته تهديد، وهيكون شوف فيها احداث قويه اكتر واكتر موجوده معانا. المسلسل هياخدنا في حته تانية، لان في احداث كتير هتحصل في الحلقه اللي جايه مع انضمام شخصيات جديده، فيعني احنا منتظرين الحلقه بفارغ الصبر باذن الله، واول ما هتنزل هنتكلم عنها ونطلع نحللها باذن الله على طول. فياريت بقى ايه تتاكد انك مشترك في القناه وفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقات الجديده لما تنزل، ولو حابب تتابعنا على انستجرام وعلى فيسبوك وعلى تيك توك هتلاقي اللينكات كلها في الديسكريبشن، واشوفكم في حلقه جديده باذن الله.